ضروري نقصهم الدجاج، ما بقاش في الثمن ديالو. حاليا دابا كيطراوه ما بين 13 درهم 14 درهم، كاين 12 درهم ونص، يعني هذا هو الثمن اللي كيطراوه في السوق. ولا اقبال عليه فهاد، وضروري اقبال. حاجه ملي كتكون شويه طايحه في الثمن كيكون على اقبال، اللي يجي غياخذ واحد تياخذ جوج، يعني كتكون شويه تكون شي كتهز. بالنسبه ملي كتكون 20 درهم 22 درهم 19 درهم ما كيكونش اقبال. العود اللي غتجيب ثلاثه القفوزه غتجيب قفز واحد، يعني ما كيكونش داك المخروج اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.